واحد من النجوم وكل اللعيبه عبد الرحمن سعيد وسيد عواد وطارق ونور والكابتن طاهر محمد طاهر عبد الرحمن سعيد استشاره التغذيه طبعا دكتور عبد الرحمن انا بحييك وبهنيك. ايوه قول لي عشان الراجل ده مظلوم قوي. لا هو مش مظلوم، هو بيعمل اللي عليه وهو ده شغله، عشان كده ربنا بيديله على قد نيته، مفيش حد بيتظلم، ربنا بيدي كل واحد على قد نيته. هو بيتعب فربك بيكرمه بالبطولات وبالانجازات، كل اللي بيعمله متداري، لكن عند ربنا مش متداري. حبيبي يا ابويا اهم حاجه الشوفان، الشوفان الشوفان على طول كل يوم الصبح بالعسل وده حرام. دكتور عبد الرحمن ونور وسيد عواد وطارق، عبد الرحمن سعيد مجهودك كبير وبتبذل مجهود كبير جدا، احنا بنبقى معاك وبنتابعك وبنشوفك، حب المكان ده امر كبير جدا وحب النادي الاهلي امر، ببارك لك وببارك لكل لعيبه النادي الاهلي ومجلس الف مبروك لكل جمهور النادي الاهلي مجلس ادارتنا واللعيبه الرجاله اللي انت شفتهم النهارده في الملعب. العشرة يا كريم، حلمنا من ايام البطوله اللي فاتت ان احنا نكرر تاني، ولسه كنت بقول للدكاتره فوق اشوفكم ان شاء الله فين في كاس العالم للانديه، واحنا هدفنا السنه دي اكبر من كده، مش هروح كاس العالم للانديه برضه. انا بقول لك الرجاله دي كلها واعده، وعدنا ووعد مجلس الاداره ووعد كل الناس الذي راح كاس العالم ان شاء الله باذن الله باذن الله علشان تعمل احسن من كل مره بنروح. الناس بتتعب واحنا كلنا الحمد لله بنتعب، بس ربنا بيكرمنا، ربنا بيكرمنا كريم. كل سنه والناس كلها بخير وطيبين، عيد سعيد عليكم، واحنا الحمد لله الناس دي ما قصرتش، فرحونا وفرحوا الناس كلها. حبيبي يا كريم تسلم لي. مستمرين معاك يا كابتن ايمن.